نعود مجددا للحديث عن تحويل الميليشيات الموالية لإيران العراق إلى بوابة لتصدير وإنتاج المخدرات. معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بك. بداية، هذا الغزو إن صح تسميته للمخدرات بالعراق الذي تحول لبوابة للتصدير، السؤال هنا إلى أي مدى تتحمل السلطات الحكومية والأمنية مسؤوليته؟ تفضل. حياكم الله اخي الكريم جميع مشاهدي هذه القناه الطيبه. اهلا بك. اخي، المسؤوليه تقع كامله على السلطات الحكوميه والامنيه لو كانت مستقله وتمتلك السياده والقرار. نعم. لكن اضعاف وتهميش هذه المؤسسات الامنيه التي كانت هي احدى مخرجات الاحتلالين الامريكي والايراني العراق، نعم، ساهم كثيرا في غزو المخدرات الايرانيه للعراق. هذا من جانب. من جانب اخر، غالبية القيادات الأمنية والحكومية هي أما أن تكون متحزبة ومشاركة في هذا الجرم الكبير، نعم، أو هي مرتشية من قبل مافيات التهريب، وكلاهما ركنان أساسيان في تحقيق غزو حبوب المخدرات للعراق. لذلك ما يوجد لدينا، نعم، عشوائيات أمنية وسلطات مبعثرة لا تفقه الغايات الأمنية وكيفية تحقيقها متطلباتها، وهي واهنة جراء التنمر الميليشياوي وتفاهات الأحزاب وتسييس القانون. نعم. لكن على أي أساس يعني توكل مهمة حماية الحدود وتشغيل المعابر للميليشيات؟ هذا الانفلات إلى أي مدى يشكل أساساً لهذه التجارة غير المشروعة؟ عندما تكون الميليشيات ركن أساسي في مكنونات النظام السياسي والأمني الموجود في العراق، بالتأكيد ستوكل هذه المهمات التي تدر بالأموال إلى الميليشيات المؤطرة حزبياً وأمنياً. فاليوم أخي الكريم، من يتحكم بالملفات الأمنية هي الميليشيات، نعم، وليست العناوين الأمنية الحكومية الخالية من المضمون. وما حدث مؤخرا من اقتتال مسلح بين أذرع الميليشياوية في وسط بغداد وعند مركز القرار المفترض في المنطقة الخضراء خير دليل وشاهد. ومن هنا، نعم، باتت هذه الميليشيات هي المورد والمروج والمصدر لتجارة المخدرات، والتي تمثل الرئة الاقتصادية والتسليحية التي تعتاش عليها إيران وحركة الثوري الميليشياوي. نعم سيد خليل، هذا الدور الذي تلعبه الميليشيات في العراق إلى أي مدى يمكن التأكيد أنه ليس عشوائيا بل هو من ضمن سياسة أكبر لإغراق المنطقة عموما بالمخدرات؟ أخي، هذه الميليشيات مختلف مسمياتها ومراجعها هي أدوات مسيطر عليها إيرانيا، لذلك سلوكها وتصرفاتها هي انعكاس للاستراتيجية الإيرانية الخاصة بإغراق المنطقة بالمخدرات. نعم. ودور الميليشيات في إدخال وترويج وتهريب وتصدير المخدرات أمرا مدبرا وليس عشوائيا. نعم. يسير وفق خطط وضعها ويشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، فهي اليوم تتخذ هذه التجارة صفة التنظيم والاستمرارية. نعم. لذلك الميليشيات هي من تنفذ هذه الجرائم المتنوعة ذات الصبغة الإرهابية وفق منهجية موضوعة مسبقا ومن قبل زعامات الخط الاول من هذه الميليشيات، ولذلك تكون حرب المخدرات التي تقودها ايران هو ارهاب دوله ثمنه الشباب العراقي والعربي. الان الى سؤال اخر، يعني باعتقادكم الى اي مدى تتحمل اوروبا مسؤوليه هذه السياسه التي تنتهجها ايران وشرعنت ميليشياتها لا سيما الحرس الثوري مقابل الاتفاق النووي والغاز؟ اخي، الملف العراقي بالنسبه لاوروبا هو ملف مركون على رفوف المتاحف لديها. أما بخصوص الملف النووي الإيراني فمنذ سنوات والمعركة الكلامية مستعرة بين إيران من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، وهذا الملف تتشابك أوراقه ثم تنفرد وفقا للمتغيرات الدولية والإقليمية. لكن في حقيقة الأمر هناك تخادم أوروبي وأمريكي مع إيران وميليشياته وحرسها الثوري، وجميع الدلائل تشير لهذا التخادم. فمن جهة نظام خميني هي أمريكا وأوروبا، ومن أوجد الميليشيات في العراق هو الاحتلال الأمريكي، ومن يلتقي بزعامات الميليشيات في العراق هم سفراء اوروبا. نعم. وهذا التوغل والتغول الايراني في العراق واليمن وسوريا ولبنان وافريقيا هو حدث واحدث امام مرة امريكا واوروبا. نعم. الان الى السؤال الاخير، الى متى تبقى السلطات الحكوميه في العراق صامته في ظل هذا الخطر الذي يهدد شباب وامن العراق؟ غياب الاجهزه والسياده الوطنيه، كيف اسهم بوصول العراق لهذه النقطه؟ أخي، من لا يعرف قيمة الوطن وحب المجتمع والإخلاص لهما لا يدرك ما تؤول إليه الأمور. هذه السلطات التي هي من مخرجات هذا النظام السياسي الهجين
هي عبارة عن مناصب تنفيذية تفعل ما تؤمر به، وليس من حقها أن ترفض، بل هي في أغلب حالاتها تخرج عن صمتها لتؤيد هذه الجرائم التي تهدد شباب وأمن العراق. وتغييب الأجهزة والوطنية هو أمر مقصود وحالة طبيعية بعد اجتثاث الدولة العراقية وأملشت مؤسساتها، وهي إحدى نتائج النظام المحاصص الطائفي الذي نخر الوطن ودمر أركانه. العميد ركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات، شكرا جزيلا لك.